ازاي الصحه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعال العال و100 فل و14. عايز في دقيقتين كده او 3 دقايق ويمكن 10، ما حدش عارف يعني، على حسب ما الكلام هياخدنا. بصوا يا جماعه، لازم نفرق ما بين حاجتين. نفرق ما بين انه يبقى في تنظيمات ارهابيه وتنظيمات مسلحه وتنظيمات بتستهدف الدوله بشكل او باخر، يعني لو ما استهدفتهاش بالسلاح فهتبدا تستهدفها بالشائعه، ولما الشائعه ما تفلحش يصدر بدل الشائعه 10 و20 و100 و1000. كويس؟ طيب، وده بالمناسبه اللي الاخوان المسلمين لا زالوا مصرين عليه حتى هذه اللحظه. طيب، دي طريقة أو دي حالة. في حالة تانية أنه التنظيم يبدأ يصدر لك مجموعة من أراجوزاته وانت تنشغل بالأراجوزات أو تنشغل بردود على الأراجوزات. شوف، عارف قصة بص شوف العصفورة؟ هو دي كده. التنظيم هيبدأ طول الوقت يلعبنا بأنه يعمل إيه؟ ياخد أراجوزاته من هذا المربع يحطهم في المربع ده، يخفي الأراجوزات شوية ويظهرهم شوية تانية، وهكذا. تبدأ أنت تنشغل بلعب الأراجوز. طنش، ركز في الأصل. إيه الأصل؟ أن هذا التنظيم طالما هو موجود في الدنيا هيفضل طول الوقت بيستهدفك. هتيجي تقول لي طب يا يوسف يستهدفني ليه؟ يعني ليه يستهدف مصر؟ إيه الهدف؟ هقول لك أولا بمنتهى البساطة، هو ده الأصل في التنظيم. التنظيم لما بدأ يكبر، لما بدأ يتأسس أصلا، مش هقول لك لما بدأ يكبر، لما بدأ يتأسس أصلا، هو اتبنى على فكرة حالة أممية اللي احنا بنسميها أو اللي هم بيسموها الخلافة الإسلامية وعودة الخلافة وكل الكلام الكذب اللي هم بيقعدوا يقولوه. هم لا في دماغهم لا خلافة ولا في دماغهم الإسلام، هم في دماغهم الحكم، وعاوزين يعملوا أن هذا التنظيم يبقى هو بذرة إمبراطورية كبيرة يقودها هذا التنظيم بس. فيبقى زي ما كان بيتكلم مهدي عاكف زمان يقول لك إيه، والله بقى اللي يحكمنا مصري يحكمنا ماليزي يحكمنا تركي مش مهم، مش مهم، أمر لا يعني. وبالتالي هنا بتغيب فكرة الوطن. طيب، لما تيجي تشوف نشأة هذا التنظيم والتنظيمات اللي شبهه في الدنيا، فتجد مثلا حد دايما أنا أقعد أقول لك اسمه أبو الأعلى المودودي، ده كان موجود في الهند بالمناسبة، وهو تقريبا نفس الجيل بتاع حسن البنا، هو بس أفصح عن أفكاره قبل البنا بشوية وبلورها بعد البنا بشويتين صغيرين مش كتير يعني، وبرضه كانت نفس الطريقة نفس الطريقة. هو كان عامل بقى حاجة اسمها ايه؟ الجماعة الإسلامية، مش الإخوان المسلمين، ده التنظيم اللي هو عمله في الهند. والهدف بتاع أبو الأعلى المودودي نفس القصة، إن احنا بنعمل إمبراطورية كبيرة يحكمها هذا التنظيم. هتلاقي إن في واحد تالت اسمه أبو الحسن الندوي، نفس الطريقة هي ويسير على نفس الخطى. تيجي تقول لي أصل التنظيم ما بقاش موجود، لا هو التنظيم موجود. التنظيم انهار هيكلياً فين؟ في بلد المقر أو بلد التأسيس اللي هي مصر. طيب، لما انهار هذا التنظيم عمليا في 30/6 و3/7 و26 مع التفويض وما إلى ذلك، يبدأ هنا التنظيم يعمل إيه؟ شوف، أي نظام بهذا الشكل، أي تنظيم بهذا الشكل، لما تيجي تنهار القمة بتاعته، ثق إن القواعد دايما والطبقة الوسطى بتاعته بتفضل نشطة. ليه؟ لأن هم طول الوقت كان عندهم استفادات مباشرة من وراء وجودهم في الإدارة أو الحكم في مرحلة من المراحل زي ما حصل عندنا لمدة سنة تعيسة، فيتحولوا إلى شكل أكثر شراسة بكتير مما سبق. بس يقدر بقى يستخدم تكتيكات مختلفة، يعني والله كان قبل كده مثلا يستخدم تكتيكات التفجير فيستخدم القنص والاغتيال زي ما حصل مع المستشار هشام بركات الله يرحمه يا رب، ده على سبيل المثال، أو إنه يبدأ يقتل في ضباط جيش أو ضباط أمن وطني، إلخ إلخ إلخ، حلو، أو يبدأ يشتغل على إصدار الشائعات وما إلى ذلك. نيجي إحنا نبص على التنظيم مثلا في إنجلترا أو قيادات التنظيم، فهتلاقي إنه القيادتين الأبرز والأشهر في التنظيم على ما يبدو مختلفين، بس خد بالك هم مش متخانقين خناقة كبرى، هم عندهم اختلافات وتباينات. عامل بالظبط كده مثلا زي قصة عبد المنعم أبو الفتوح وخيرة الشطر ومجموعة مكتب الإرشاد. عبد المنعم أبو الفتوح مختلف معاهم مش عنهم، مختلف معاهم، وكان يظن أنه الأولى بمنصب المرشد. فلما عبد المنعم أبو الفتوح ما بقاش مرشد، إيه اللي حصل؟ ساب التنظيم ومشي. لكن ده مش معناه أنه عبد المنعم أبو الفتوح
ما هواش اخوان. وده مش معناه انه عبد المنعم ابو الفتوح ضد الاخوان، وده مش معناه ان عبد المنعم ابو الفتوح مختلف عن الاخوان، هو هو. ولا تنسى ان عبد المنعم ابو الفتوح واحد من قاده الايه الجماعه الاسلاميه في مصر، ده على سبيل المثال. ولا تنسى ان عبد المنعم ابو الفتوح تدين له الجماعه باعتباره ململم اواصرها في نهايه السبعينات واول الثمانينات، كان وقتها بقى شاب صغير. فاللي كان وقتها مرشد كان عمر التلمساني لو حضرتك تتذكر، ثم مشهور. وبالتالي كان سن عبد المنعم لا يسمح بتولي هذا المنصب الرفيع داخل الجماعة، لكن يفضل الحلم موجود عند عبد المنعم من جهة، ويفضل جانب جوه الجماعة شايف أنه عبد المنعم الفتوح لازم يجي مرشد، ولهذا كان عضوا في مكتب الإرشاد، ولهذا ترشح لمنصب المرشد. قيل بقى أنه مجموعة خيرة الشاطر زوروا في الانتخابات وأقصوا عبد المنعم، دي حدوتة تانية. قصة أن الجماعة هناك فيها حمائم وهناك فيها من الصقور أي كلام، هي طول الوقت مجموعة. الصقور برضو كائنات نبيلة شوية، دول مجموعة من أكلة الجيف. فطول الوقت هذه الجماعة تختلف في التكتيك، لكن الاستراتيجية واحدة، الاستيلاء على الحكم في الدول، تذويب الفوارق ما بين الأوطان، ضرب أي قيمة وطنية موجودة عند أي حد، يهيئ لك دايما أن ما فيش حاجة اسمها لا دولة ولا وطن ولا تاريخ، وأن التاريخ يبدأ دائما عند الجماعة، أو التاريخ هو ما تكتبه الجماعة. فأنا مش عايز المنظور ده بس، عشان أنا اتسألت أكتر مرة حتى من بعض أصدقائي وبعض عيلتي، يعني يقول لك طب أنت ليه مركز مع الأخوة؟ عشان أنا مركز جدا 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 مع اللي بتعمله الجماعة خلال هذه الفترة. الجماعة طول الوقت عاوزة تحسسك أنه هناك إيه؟ أمور بتختلف في السياق العام، ده احنا مختلفين، ده احنا متخانقين. ويبدأ يظهر مجموعات يطلق عليهم بعض الشباب المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين، يقول لك احنا خدنا قرار نبذ العنف. الكلام ده اتقال في الثمانينات، والكلام ده اتقال في السبعينات، والكلام ده اتقال بعد تنظيم 65، الكلام ده اتقال من بعد او قبل اغتيال حسن البنا، واتقال بعد اغتيال حسن البنا، واللي قتلت حسن اللي قتل حسن البنا هو نفس ذات الجماعه، عشان برضو تبقى فاهم يعني. وهنبقى نحكي هذه الحدوته في يوم من الايام قريب، يعني ممكن يبقى الاسبوع ده ولا الاسبوع اللي بعده. فالجماعه طول الوقت هتبدا تصدر لك حالات بتاعه احنا نبذنا العنف او قطاع منها، وحالات تانية يجي يقول لك اصل احنا مختلفين مع القياده اللي في لندن، اصل احنا مجموعه مش عارف ايه. مفيش حاجه اسمها كده، الجماعه تختلف فيما بينها، لكن ساعه الجد طب انا هفكرك، هو مش عبد المنعم والفتوح صدر نفسه باعتباره وجه اسلامي ما بين قوسين مدني، وانه ملوش دعوه بالجماعه؟ طيب وساعه الجد عمل ايه؟ نسخه بلاش عصام سلطان وما شابه من قيادات حزب كان اسمه حزب الوسط، وأسس هذا الحزب عشان يبقى ذراع خفية للجماعة، يبدو على أنه ده التيار المدني المتفتح الحديث الحداثي بتاع الجماعة. ده كان أيام ما قبل 2011. وبعد كده يظهر عصام سلطان ورجالته أو مجموعته أو شبابه أو ولاد، يعني أيا كان، باعتبارهم وجوه مدنية حداثية بتتكلم لغات ومش بس هم الجماعة. وساعة الجد لقينا أن كله مع بعض واقف قدام جماعة رابعة العدوية. يعني عمليا الجماعة هي الجماعة، اسمها الحرية والعدالة هي الجماعة، اسمها حزب الوسط هي الجماعة، اسمها مصر الكوية هي الجماعة. عبد المنعم ابو الفتوح هو عصام سلطان، هو مهدي عاكف، هو محمد بديع، هو مصطفى مشهور، هو عمر التلمساني، هو حسن البنا، كل هو الهضيبي، كل واحد لا توجد أي، هو ابراهيم منير، الكل واحد. وساعة ما يطلق عليه المحنة تلاقيهم كلهم ايد في ايد، ويحاولوا دايما الانقضاض على ايه؟ على الفرائس. الفرائس في الحاله دي هي الانظمه المستقره، عاوزين ياخدوها يبلعوها. طب انا هسالك سؤال، لو انت بتظن ان هذه الجماعه جماعه جيده، او بتظن انه المنضمين ليها اللي بيقولوا دايما يا جماعه احنا مش اخوان، بس الجماعه الناس دي اتظلمت كتير، طيب ممكن تقول لي فلوس الجماعه جت منين؟ يعني اذا كانت فلوس الجماعه جت في وقت ما قبل 2011، يبقى الجماعة دي لا هي معارضة ولا كانت مضطهدة ولا حاجة، بالعكس ده كانوا 100 فل و14 مع النظام القائم وقتها، وزيتهم في دقيقهم وبيشتغلوا وبيتاجروا، وتضخمت أموال الجماعة، صح؟ مش ده يبقى المنطق؟
طيب لا، الفلوس دي ما جاتش لان هم كانوا اكيد ضد النظام بتاع مبارك واللي حواليه. جميل، يعني الفلوس دي كلها جت من 2011 ل 2013، دي بقوا شويه حراميه بقى. لما يبقى في عشرات المليارات او مئات المليارات من الدولارات في ايد الجماعه وشركاتها بهذا الحجم وبهذا القدر من 2011 لحد شهر، يعني من يناير بلاش، من فبراير 2011 لحد شهر 6 2012، لما وصل بقى المرحوم محمد مرسي للحكم، ربنا يحاسبه، ده عند ربنا. يعني في الفترة دي الجماعة عملت كل المليارات دي. ايه ده؟ ما هو يا ناس ما جابتهاش ولادة والسما بتمطر عليهم فلوس، يا شوية حرامية. طبعا ما فيش سما بتمطر فلوس، هم شوية حرامية، ده بمنتهى البساطة. فانت لما تيجي تشوف بقى حد يجي يقول لك ايه هذه الجماعة معارضة، اعرف انه حرامي زيهم وبيقبضوه. الجماعة كانت مظلومة، اعرف انه حرامي زيهم وبيقبضوه على طول. يعني خليك بس فاهم اللي قدامك ده منطلقاته ايه، ايه اللي يخليه يدافع عن حرامية او يدافع عن قتلة. طب بلاش يدافع، طب بيقبض منهم ليه؟ ها، ما بيدافعش، ما بيجيبش سيرته، بياخد المرتب منهم ليه؟ فلما تيجي تسمعه اعرف انه كذاب ولص زيه زيهم، هو جزء من عصابة الاربعين حرامي اللي في مغارة علي بابا، جزء لا يتجزأ. هو بقى جوه التنظيم مش جوه التنظيم، شوية يقولك اصل انا ناصري، شوية يقولك اصل انا بخلفية اسلامية، شوية يقولك اصل انا بحب عبد الناصر، شوية يقولك عبد الناصر ضيعنا، شوية انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ هو واشباهه ايا كان هم مين. تاني، دول شوية اراجوزات بتقولك بص العصفورة، ويفضلوا طول الوقت ياخدوك في الحتة بتاعت الدنيا اتغيرت يا جماعة، احنا بقينا كويسين قوي، احنا حلوين قوي، احنا كتاكيت قوي. ماشي يا كتكوت، ركز علشان تعرف تحمي نفسك وبلدك. المرحلة اللي احنا فيها دي مرحلة ما فيهاش غير شغل شغل شغل، وان احنا كلنا نبقى واقفين زي ما نوقف كده على مربع، احنا واقفين في نفس المربع، نتفق ونختلف ونتناقش ونقعد ونتكلم، وحوار وطني، ويبقى فيه منطلقات مختلفة ويبقى فيه وجهات نظر مختلفة، وناخد وندي مع بعض عادي. في طبقة حاكمة وفي معارضة، في موالاة وفي معارضة، والاتنين دايما يقعدوا على الترابيزة ويتناقشوا عادي، وصلوا إلى مشتركات متعلقة برؤى اقتصادية وسياسية، أهلا وسهلا. وصلوا لبعض المشتركات ولازالت بينهم بعض التباينات والاختلافات، أهلا وسهلا، عادي، بيحصل في كل حتة في الدنيا. غير كده ما ينفعش، ما يأكلش. طب اللي غير كده ده موجود، هتلاقيه بيلعبوا في لندن وبيلعبوا في أمريكا وبيلعبوا في سويسرا وبيلعبوا في السويد. تيجي تقولي حتى، أقول لك آه، لحد ما العالم هيجي يوم ويعرف زي ما احنا قلنا كلمة يا جماعة ابعدوا عن دول، محدش صدقنا، طلعت انها اقذر واحط جماعة موجودة، والناس بدأت تكتشف واحدة واحدة، الدول اللي حوالينا بدأت تكتشف وتعرف كوارثهم، بعد شوية بعض الدول في اوروبا بدأت تكتشف وتعرف كوارثهم، وهكذا الامور هتفضل تستمر بالطريقة دي. بس احنا مش عاوزين ان العالم يكتشف ان هذه الجماعة كارثية بعد ما تخرب مالطة وبعد الشر على مالطة. طيب تعالوا نروح على مو صلاح. مو صلاح تم 30 سنة زي ما كنا بنتكلم الأسبوع اللي فات. محمد صلاح بدون أي شك هو واحد من أبرز أيقونات الرياضة في العالم، بل هو واحد من أبرز الشخصيات العامة في العالم، مش بس في مجال الرياضة أو في مجال كرة القدم. الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر فيلم وثائقي عن مسيرة محمد صلاح باعتباره أسطورة. الفيلم جاي في إطار أنه الاتحاد الدولي بيحتفل بعيد عيد ميلاد محمد صلاح، العيد رقم 30. طبعا احنا عارفين محمد صلاح أحد نجوم منتخبنا الوطني الأبرز، وطبعا نجم ليفربول الإنجليزي برضه الأبرز ما شاء الله عليه. تم إنتاج فيلم وثائقي عن مسيرة محمد صلاح، وبداية من محمد في قرية نجريج في الغربية وصولا الى العالميه. عايزين نفرجكم على برومو الفيلم ده. بس ما فيش حد عمل صدى وكان ليه تاثير مباشر على العدد ده من الناس بره مصر في رايي زي صلاح. He is more than just a footballer. بعد محمد صلاح الدنيا اتغيرت. اول حاجه انت مصري، الاهرامات، محمد صلاح.
Like, this guy is like Michael Jordan and Messi and Tiger Woods, like, all at the same time. And it was like Prince or Beyonce were coming onto the pitch. 100 million واحد برا الاستاد في مصر بيحتفل. عايز يربي شعره بالشهور عشان يطوله. قدوة بكابتن محمد. World just can't get enough of Mo. كانوا الناس عادي يقولوا لي انت عارفه انت زي محمد صلاح في الكوره، فهم لما بيقولوا لي كده بنبسط قوي، لان هو برضو هو بينسباير كل الناس ان هي تحلم وان هي ممكن توصل لاعلى مستوى في العالم زي ما هو وصل. جوست عشان انا بحب الشخص دوت او متاثر بيه او هو قدوه بالنسبه لي. If I had to describe Mo Salah in one word, it would be humility. Hero. A spark for others. Thank you for being an inspiration. The best footballer ever and the person that we admire so very much. خدتوا بالكم الكل بيتكلم على صلاح باعتباره ايه؟ ملهم. الفيلم اسمه مو أيقونة عالمية. هو مو فعلا اصبح أيقونة. مو فعلا أصبح حالة ملهمة. ملهمة بس في الكرة؟ لا، هي فكرة الإلهام لتحقيق الحلم. أنا عندي حلم وهحققه. الفيلم ده أخرجه أحمد أدري، هو مخرج هذا الفيلم. عايزين ناخد أحمد أدري على التليفون، موجود معنا يا جماعة. معنا أحمد، إزيك؟ أهلا وسهلا، إزيك أستاذ يوسف؟ عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ والله الحمد لله يا رب. يا أخي مبروك على الفيلم الحلو. ربنا يخليك، ده شرف ليا، واتمنى يكون عجب يعني جموع الشعب المصري. الفيلم ده استغرق مننا شغل كتير يعني، والحمد لله ربنا كلم مجهودنا وعملنا حاجه الحمد لله تليق بصوره الاسطوره العالميه كابتن محمد صلاح. طيب ما شاء الله. خليني بقى عايز اسالك على الحدوته من البدايه، انت تم اختيارك على اي اساس؟ كلموك ازاي؟ بدات تشتغل على الفيلم بقالك قد ايه؟ والله حضرتك الموضوع ابتدى من سنه تقريبا، بقالنا شغالين يعني من فتره الريسيرش لحد التصوير وتحضير التصوير لحد المونتاج اولموست اخذنا سنه. يعني خطبتني شركه تبع الفيفا في مصر واختاروني كمخرج لهذا العمل. رائع. من ضمن كذا حد تاني يعني، والحمد لله اخذوا رؤيتي ان هم نقدر نشتغل عليها. فاشتغلت انا وفريق عمل مكون من يعني 20 فرد، ناس من اكتر الناس المبدعه في مجالات مختلفه في مصر، سواء في الانتاج والكرياتيفيتي وحاجات كتيره تانية كتيره. وقعدنا عملنا فتره ريسيرش واعداد كبيره جدا عشان نقدر نطلع بالمحتوى اللي حضرتك شفته بقى. حلو جدا جدا جدا. ابرز الشخصيات اللي اتكلمت في الفيلم عن مو كانوا مين؟ من مصر في طبعا كابتن عمرو نصوحي، طبعا يعني غني عن التعريف في مجال الكوره كفوتبول بلوجر، وطلع اتكلم بطريقه يعني معبره جدا عن مسيره محمد صلاح داخل وخارج الملعب. في طبعا برضو كابتن هدايه ملاك البطله الاولمبيه، طلعت برضو اتكلمت وعلاقتها بكابتن محمد صلاح وازاي ان هو اثر فيها بطرق ما يعني. وبره مصر طبعا الكاتب الامريكي الشهير جدا جدا الحاصل على جوائز عالميه كتير زي من نيويورك تايمز بيست سيلر مارك مانسون، صورنا معاه في نيويورك. واخيرا برضو حد اسمه بي مايك، هيز ا فيري 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 فيمس فيجوال ارتست في امريكا في نيو اورلينز، هو اللي رسم الجرافيتي العظيم لكابتن محمد صلاح في داخل نيويورك تايم سكوير اللي في امريكا. رائع جدا 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 جدا. طب احمد قول لي ايه 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 ابرز الحاجات اللي انت خدت بالك منها او شفتها او اكتشفتها لو صح الكلام وانت بتشتغل على فيلم مو ايقونه عالميه؟ اولا يعني هو اهم حاجه في الفيلم ده استاذ يوسف ان هو بيتكلم عن محور مختلف جدا 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 عن كابتن محمد صلاح. احنا ما بنتكلمش ابدا عن انجازات وارقام كابتن محمد صلاح داخل الملعب، لان العالم كله عارف مين محمد صلاح. احنا بنتكلم على الجانب الانساني، بنتكلم على الجانب ازاي بيلهم الناس سواء مصريين او عرب او اجانب. كل دي حاجات حضرتك محدش اتكلم عنها قبل كده ابدا، ولما الناس تتفرج وبدعوا الناس كلها عن خلال حضرتك ان هي تتفرج على هذا العمل يعني، عشان فعلا احنا تعبنا فيه جدا جدا، واتمنى انه يوصل لجموع الشعب المصري ان احنا نفتخر ان عندنا واحد زي كابتن محمد صلاح بيتعمل عنه اول دوكيومنتري على المنصه الشهيره للفيفا اللي اطلقتها جديده العالميه اللي اسمها فيفا بلس.
هو ثق انه طبعا المصريين كلهم هيتفرجوا على الفيلم ده مما لا شك فيه، وانا اعتقد انه الفيلم هيحقق نسب مشاهده عاليه جدا. بس احمد دلوقتي انت اجرك خلاص كده خبط السماء، ما نعرفش نكلمك دلوقتي خلاص. لا والله كابتن يوسف عماد عبد الرئيس يعني شرف ليا ده احنا متشرفين بيك والله العظيم، شرف ليا اكون مع حضرتك فعلا، واتمنى اسمع بقى يعني تعليقك بعد ما تتفرج عليه كده ان شاء الله. يا سيدي ده 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 انا استضيفك ونقعد نتكلم، مش بقى مجرد رأسي. تعليق، ده احنا نتنور ونتشرف بيك يا احمد. على راسي على حقيقي. راسي لا لا ده انا اتشرف بيك، اشكرك الف سنة. الف شكر ليك، كل الشكر لمخرجنا المتميز احمد ادري. خد بالك انه لما الاتحاد الدولي بيقرر انه يعمل فيلم زي ده فهو اختار مخرج مصري، ده معناها ان هم اختاروا حد شديد التميز واثقين 100% في قدراته زي احمد ادري ان هو يعمل فيلم عن ايقونه عالميه بوصف الاتحاد الدولي، ودي حاجة مهمة جدا. طبعا احنا ندعوكم لمشاهدة فيلم مو أيقونة عالمية واللي أنتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم، إخراج المخرج المصري أحمد أدري. أما دلوقتي فهنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. ازيكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ كانوا زمان يقولوا لنا اللي عاوز يفلح ما بتفرقش معاه الظروف، واللي عاوز يتفوق ما تفرقش معاه حاجه. يعني انت خدت بالك لسه كنا بنتكلم على مين؟ على محمد صلاح. محمد صلاح ابن قريه عاديه خالص عندنا في في مصر اسمها نجريك في الغربيه، شق طريقه وحلم لحد ما بقى أيقونة عالمية والفيفا تعمل عنه فيلم وثائقي كبير وما إلى ذلك. فاللي عايز الحاجة يجري ورا حلمه لحد ما يحققه، ولا بقى ظروف ولا مش ظروف، كل الكلام ده حاجة. شوف في توفيق ربنا سبحانه وتعالى ده أولا، بس أنت كمان تسعى وتعمل اللي عليك وتتحرك صح، ما يبقاش إيه كثير الضجيج قليل الطحين، يعني تتحرك صح زي واحد بيجري في مكانه عمليا بذل مجهود بس بيجري في مكانه. علا رفعت حاجة تانية، علا رفعت ما جريتش في مكانها، علا رفعت جريت لقدام ولا فرق معها اي ظرف، بل بالعكس خلت ان هذه الظروف تبقى واحدة من ضمن الدوافع اللي تخليها تحلم وتجري ورا حلمها علشان تحققه فتتفوق الاولى على الشهادة الاعدادية في محافظة البحيرة، وفخوره بان والدها عامل نظاف. انا كذلك فخور جدا والله بكلم بجد مش هزار. خدت قرار انها هتدرس تمريض، وقالت يعني التمريض من ضمن الحاجات الحلوه بالنسبه لي ومرشحه جدا وبقوه، بس كمان هتبقى تكلفتها اهدى عليا شويتين من انا اخش كليه تانية تبقى يعني اكمل ثانويه عامه وهيبقى فيها بقى طفقات وهتبقى مصاريف ووالدي مش هيستحمل ده. تعالوا نشوف علا رفعت، نكلمها في التليفون. اولا نهنيها، ازيك يا علا؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. والله انت ازاي حضرتك؟ انا الحمد لله انا كويس. اولا الف مبروك يا علا، طلعتي الاولى على البحيره كلها. الله يبارك في حضرتك. جبتي كام في الميه قولي لي؟ جبت 99.6. الله اكبر ما شاء الله. انت من فين في البحيره يا علا؟ انا مركز شبرخيت. احسن ناس يا علا. قولي لي بقى، وخدتي قرار انك انت هتخشي ثانوي تمريض؟ والله انا كنت الاول عايزه ادخل ثانوي وكده عشان الظروف وكده، وكنت اصلا حط عيني عليه من اول ما دخلت الاعدادي. فانا يعني لقيت طبعا استجابه من الرئيس وكده، فطبعا بشكره وبدعم الطلاب المتفوقين، فيعني قلت ادخل ثانوي عام. يعني طب احكي لي على استجابه الرئيس، احكي لي عليها، ايه اللي حصل؟ والله انا كنت طالعه في لايف وكده، وقلت ان انا مش محتاجه مساعده من حد، وانا بس بطالب الدوله ان هي يعني تتبنى تعليمي وان انا اتعلم تعليم كويس. فانا يعني عرفت ان جالي استجابه وكده، وانا يعني جالي استجابه وعرفت ان هو هيتبنى تعليمي وكده. طيب دي حاجه كويسه خالص. ايه اللي طلع في دماغك الفكره بانك تعملي اللايف ده يا علا؟ والله هو في واحد اسمه الاستاذ سامع عبد ربه، هو اول ما الشهاده طلعت وكده جه عندنا وصور معايا، طبعا بشكره، هو اللي عامل لي كده وخلاني اوصل لسياده الرئيس.
طب والله دي كانت فكرة كويسة. وخلاص كده احنا ان شاء الله داخلين بقى ثانوي عام. ايوه ان شاء الله. باذن الله. وناوي على كلية ايه بعد ما ناخد الثانوية العامة ان شاء الله؟ والله عايزة ادخل طب، وعايزة اتخصص في الجراحة، وابقى زي الدكتور مجدي يعقوب كده، واساعد الناس الفقيرة، واساعد اللي في القرية، اهل القرية بتاعتي يعني، لانه عارفة ظروفهم، وهم برضو الناس على قد حالهم، فعايزة اساعد الناس المحتار. قريتك اسمها ايه يا علا؟ اسمها الخردلية. الخردلية؟ ايوه. مركز شبراخيط بحيرة؟ ايوه. لا ده انا كده هخلي زمايلي يروحوا يزوروك يا علا، لازم، ونقعد معاكي كده قاعدة ونتكلم مع أهالينا اللي هناك عندك في الخردلية. تنورونا والله. ده النور نورك يا علا. طيب بصي بقى، أنت إن شاء الله إن شاء الله في يوم من الأيام أنا واثق إن أنت هتبقي زي دكتور مجدي يعقوب، بس ساعتها أنت كده مش هتخدمي قرية الخردلية بس، ده أنت هتبقي دكتورة كبيرة فهتخدمينا كلنا يا علا. إن شاء الله، يشرفني والله. طب علا أنت عارفة إنه الطبيبات الجراحات في مصر قليلين جدا جدا جدا؟ ايوه انا عارفه الموضوع ده، بس انا ايه يعني، ده حلمي ونفسي، نفسي ان انا يعني ابقى حاجه كويسه، نفسي ان انا اتخصص في المجال ده، انا عارفه ان هو صعب يعني، ايه ده حلمي يعني. ان شاء الله يا علا هتحققيه، واحنا باذن الله هنبقى دايما معاكي وهنبقى وراكي، ولو عاوزه اي حاجه هتلاقينا كلنا حواليكي، زي ما شفتي كده انه في استجابه وان مصر كلها بتدعمك، ثقي ان احنا هنفضل كل مصر تدعمك يا علا لحد ما تتخرجي من كلية الطب بتفوق وتبقي واحدة من الجراحات المصريات العظيمات، الدكتورة علا رفعت. ان شاء الله، شكرا لحضرتك. احنا من هنا ورايح مش هنقولك يا علا بقى، خلاص كده هنقولك يا دكتورة علا. ان شاء الله. وسلمي على بابا. هو جنبك؟ ان شاء الله. هو جنبك ولا مش جنبك؟ لا مش هنا. مش هنا؟ طيب بس عمي هنا جنبي. طيب سلمي لنا عليهم كلهم، وسلمي على بابا وقولوا احنا ان شاء الله برنامج التساعه هيجي يزورنا قريب. ماشي، هما سامعينك دلوقتي اهو. سلمي لنا عليهم كلهم يا حبيبتي، سلمي لنا عليهم. يسلموا عليك. ربنا يسلمهم يا رب. الف 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 شكر لصديقتنا بنتنا اللي في يوم من الأيام تبقى الدكتورة جراحة علا رفعت. طيب تعالوا نروح لكلام مهم. النهاردة قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار وزير الداخلية بحظر إطلاق النار في الأفراح، واللي هيعمل كده هيتم إلغاء ترخيص السلاح بتاعه في حال ثبوت الواقعة. طبعا الثبوت بيبقى في الحاجات دي سهل، يعني اي حد في الدنيا عنده سلاح فاهم ان الطلقه لما بتطلع هيبان من الظرف بتاعها انها خرجت، الماسوره هيبان انها طلعت الطلعه، ده غير الشهود اللي بيبقوا موجودين الى اخره. طيب لازم بس فاهمين بنعمل او بالادق ليه الداخليه مش عايزاك تعمل كده، وليه المحكمه ايدت قرار الداخليه، لازم تبقى انت فاهم. في كم مره حد قرر يجامل طلعت طلقه جابت اجل حد، او تسببت في عاهه لحد، أو أدت ولو حتى لإصابة يا سيدي هفتكر إنها بسيطة لحد. طب ولازمته إيه؟ إحنا عارفين إن مؤخرا حصل وقعة تسببت برضو عشان ضرب النار في الفرح وبنحيي وبنهيص القصة اللي فيها هيص. جماعة السلاح ما فيهوش هزار. زمان لما يعني روح استلم يعني أول مرة الواحد مسك سلاح في إيده يتقال له كده السلاح ده شيطان فخد بالك. اول طبعا سلاح انا مسكته كان بندقيه رش رمسيس انتاج مصانع الحربيه بتاعتنا بتاعت مصر. اول حاجه اتقالت لي كده امي قالت لي، هي اللي جابتها لي البندقيه دي، وانا فاكر كنا في اسكندريه كنت صغير كان عندي حوالي 11 سنه، قالت لي بص السلاح ما فيهوش هزار. قلت لها ماما دي بندقيه رش، قالت لي ما فيهاش هزار، تطلع طلقه تيجي في عين حد، تيجي في رجل حد، في رقبه حد، تبقى مصيبه، فلازم نتعلم كويس. هي اللي علمتني بالمناسبه، يعني انا امي هي اللي علمتني ان انا اضرب بالاول بالبندقيه وازاي انشن واظبط سن نمله الدبانه والحاجات اللي زي كده، ربنا يديها الصحه والله. فكانت ام واب ولا زالت، فعلمتني كده دي مسؤوليه، وصولا الى انه اصبحت مستخدم شاطر اظن يعني للسلاح المرخص بالمناسبه بتاعي. فاللي اتعلمنا كده يا جماعه السلاح ما فيهوش هزار، فحركه قبل كده زي ما كنت بقول لكم جابت حياه ولد صغير. وبالمناسبه دي مش واقعه اولى ولا تانية ولا تالتة،
ده ياما حصل. فقرار الداخلية لازم تبقى انت فاهمه ولازم تبقى انت مأيده ولازم تبقى انت بتساعد الداخلية على ده، ومش بس علشان تم تأييد القرار من قبل المحكمة، لا ده حفاظا على حياة الناس. ممكن بعد إذنكم خلونا نروح لتقرير عن عبد الرحمن يونس. عبد الرحمن يونس ده صديقنا من الأليوبية. طيب بيرسم أي رسم؟ يعني الأول بيرسم بورتريهات عن طريق أسنانه ورجله ومن غير ما يشوف، يعني ما بيبصلهاش، هو بيرسم، بيرسم بإحساسه إزاي هي حدوتة يعني. طيب وبيعرف يرسم اللوحة بالعكس مقلوبة، يرسم بقى ممثلين، يرسم أبطال بتوع رياضيين، يرسم أبطال حاجات كرتونية، يرسم مشاهير، حاجات زي كده. وبدأ كمان ينشر الحاجات دي على السوشيال ميديا فاتشهر جدا جدا. خلونا نشوف التقرير ونشوفه بيرسم إزاي، إيه الموهبة دي. اسمي عبد الرحمن محمود يونس، 25 سنة، خريج كلية التجارة جامعة بنها 2020. بدايتي في الرسم ممكن نقول من ابتدائي، بس الموضوع توقف شوية لحد إعدادي. يعني مش معنى إن أنا مثلا رسمت بورتريه فالبورتريه ده المرحلة الأولى اللي أنا أو المحاولة الأولى اللي أنا عملتها، بالعكس ده دي المرحلة الخامسة أو الستة أو ممكن توصل للعشرة، إن أنا بعد كده واحدة واحدة بتمرن، في أخطاء بتعلم منها، فهي الممارسة بتيجي من عن طريق دي. بمارس كتير الموضوع بيوصل اكتر ان انا بحترف الموضوع واحده واحده، بشوف ايه العيوب او الاخطاء اللي انا وقعت فيها وبعد كده ببدا اعدلها لحد ما انمي الموضوع واحده واحده. رسمت الكابتن ابراهيم حميدتو والكابتن قفشه الناس دي، رسمتها بطريقه مختلفه. يعني مثلا الكابتن ابراهيم استلهمت منه طريقته ان هو مثلا بيلعب بينج بالبوق، يعني فانا حبيت ان انا اوصل له ان هو ملهم في الموضوع ده، ان انا ارسم بنفس الطريقه اللي هو بيلعب بيها. فرسمتها بسناني، ان انا كنت بمسك الفرشه بشتغل بسناني. فانا عموما مدارس كتير، انا مش تبع مدرسه واحده فيهم. يعني انا رسمت كاركتير، رسمت لوحات تدخل معارض، لوحات رسمت بورتريه، رسمت جرافيتي. انا مش ده ومش ده ومش ده ومش ده، انا كل الحاجات دي على بعضها. يعني بحب اجرب في كل حاجه باخد فيها المسيره بتاعتها، يعني مش بس ان انا مثلا ماسك في طريق او تراك واحد وشغال فيه للاخر، زي سواء مثلا البورتريه او الكلام ده. فانا برسم بفحم، برسم بحبر، برسم باكريليك وزيت وجرافيتي، وبرسم في حاجات ده كله بيستخدم، يعني برسمه مثلا بفرش او كده. في طريقه تانية ان انا برسم مثلا بايدي، او بايدي بس مش بايدي ان انا ماسك فرشه، بايدي بصوابعي او بسناني او برجلي. فانا مش متارجت ان انا في حته ان انا برسم حاجه دي بس وماسك فيها للاخر، التراك للاخر. يعني اللوحة دي يعني انا نفسي ان هي توصل عن طريق ان انا اعمل مجموعه كبيره منها بطريقه مختلفه، ان انا تتحط في معرض، ان حد يشوفها بطريقه كويسه، يعني تتشاف، ان توصل للناس ان اللي رسم ده رسمه بطريقه مختلفه عكس المألوف. يعني طبعا اي حد مثلا بيجي يرسم لوحه بيرسمها بطريقه طبيعيه جدا، ان هو راسم لوحه او الكلام ده، انما اللوحه اللي انا برسمها لها علاقه ثانيه بالموضوع، يعني بشكل ثاني مختلف خالص عن المألوف اللي بيحصل. يعني النهاردة كام ولا لا؟ أو بالأدق هو النهاردة إيه؟ هتيجي النهاردة تقول لي النهاردة 18 يونيو سنة 2022، هقول لك مظبوط. يساوي إيه؟ ده مهم بقى قوي.
ومهم قوي انه حضرتك تبقى عارف ده كويس. يساوي ايه 18 يونيو ده؟ ومهم جدا 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 بقى انه ولادك يبقوا عارفين ده ايه. 18 يونيو سنة 1956 ده كان جلاء آخر جندي بريطاني عن مصر. تم توقيع اتفاقية الجلاء ومشي آخر جندي محتل الأرضنا. 74 سنة من 1882 وكان يوما أسودا في تاريخنا، تم احتلال مصر من قبل الإنجليز آنذاك. يا عزيز يا عزيز كوبا تاخد إنجليز، لو تفتكروا النداء الشهير ده أو الصياح أو الهتاف الشهير اللي كان بيتقال في شوارع مصر العظيمة. الاحتلال زي أي احتلال في الدنيا بيبقى هدفه إيه؟ بيجي علشان يسيطر على منطقة، يشوف في موقعها أهمية، وطبعا بالنسبة لمصر ده حاجة في منتهى الأهمية، يعني أقوى موقع جيوسياسي تقريبا في العالم يعني، ويستنفذ الثروات، يبدأ يسحب ويشفط في ثرواتك وفي خيراتك وهكذا. الاحتلال الإنجليزي تحديدا مش بس كان كده، ده بسببه راح مئات الضحايا من المصريين، اتقتلت فيها الناس في بعض الأحوال في الشوارع. مصر خاضت فيها لو تفتكر في 25 يناير معركة الإسماعيلية والملحمة العظيمة اللي عملتها الشرطة المصرية في مواجهة الجيش الإنجليزي. تعدي سنين ويجي سنة 56 ويمشي آخر إنجليزي مجند من بلدنا، يمشي باعتباره محتل. بعد كده بقى تتحسن العلاقات، ما تتحسنش، تتحسن بعد كده بقى في تمثيل دبلوماسي، إلخ إلخ إلخ، خلاص وانتهت مرحلة ما. لكن كل اللي أقدر أقوله لك، الاحتلال سيظل دائما احتلال وتتنوع الأشكال والألوان. اللي أنا عايزك تعرفه أنه ده يوم مهم جدا في تاريخك، وبسبب هذا اليوم حصل بعد كده جلاء تاني سنة 68 من شبه الجزيرة العربية، كان طبقا للعرف الإنجليزي أو المصطلح كانوا يسموها منطقة شرق القناة. فخرج الإنجليز بعد كده سنة 68 من منطقة شرق القناة بمصطلحهم البريطاني اللي هي منطقة الخليج العربي الآن، وبدأت الدول تتحرر هناك وتتكون، فتكونت دولة الإمارات العربية المتحدة وما إلا والاتحاد الإماراتي الشهير، وتكونت دولة قطر، وتكونت مجموعة الدول المستقلة بإماراتها وممالكها وما إلى ذلك. بزعل قوي لما الاقي ناس بتتعامل مع فترة الاحتلال الإنجليزي باعتبارها فترة كانت مزهرة في تاريخ، يعني يقول لك ايه مثلا، في ناس كده يعني انا بسمي الناس دي اللي هي ايه، ناس انبطاحية كده، ناس منبطحين، يقول لك ايه ده ايام الاحتلال الإنجليزي كانت مصر فيها وفيها، ده مصر دي كانت عظيمة، ده مصر مش عارف كانت من اقوى، من ضمن الاساطير يقول لك ايه، انه في الفتره بتاعه الحكم الملكي انه كان الجنيه الورق المصري بجنيه ذهب. ده دي اسطوره بالمناسبه، ده دي اسطوره، دي حركه عملها الانجليز علشان يسرقوا المخزون والاحتياطي الذهبي بتاعك، حركه يعني. خلونا ناخد على التليفون يعني استاذنا الاستاذ الدكتور جمال شقرة، استاذ التاريخ المعاصر بجامعه عين شمس. اهلا 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 يا فندم. اهلا، مساء الخير يا استاذ يوسف. ازي حضرتك يا دكتور جمال، عامل ايه؟ الحمد لله، بشكرك على التقديم وبشكرك على مقدمه البرنامج الحقيقه، لانه انت جبت سيره الجماعه الارهابيه الحراميه، والحقيقه هم بس مش حراميه، هم كمان مزورين للتاريخ. صحيح 100%، ويعني دول تعبونا جدا لان هم عندهم قدره هائله على تزييف الحقائق التاريخيه. طيب هنا كمل يا دكتور، كمل كمل يا فندم. عمر التلمساني قال لي شخصيا اثناء ما كنت بعمل الرساله ان هو هيتم وراء انجازات جمال عبد الناصر حتى بعد ما مات يشوهها، وبالتالي هم خطر على شبابنا لانهم بيقدموا تاريخ مزيف الحقيقه. صحيح 100%. طب فيما يتعلق باليوم العظيم ده،
اليوم اللي وقعت فيه اتفاقية الجلاء. الحقيقة الاتفاقية وده باعتراف جمال عبد الناصر جاءت نتيجة أو حلقة من حلقات الحركة الوطنية المصرية. ويمكن في لفتة لطيفة من عبد الناصر وهي نتيجة لأنه كان مثقف وقارئ تاريخ، يوم توقيع معاهدة الجلاء عبد الناصر أصر على أنه يضع صورة أحمد عرابي في البهو الفرعوني بالبرلمان المصري، صورة كبيرة جدا لكي يثبت أن حلقات الكفاح المصري مستمرة ومتتابعة، وأنه عرابي السائر الأول بينتقم له السائر الأخير جمال عبد الناصر. ده مما لا شك فيه. الاتفاقية الحقيقة يعني لما تم توقيعها أول هجوم عليها كان هجوم من جماعة الإخوان المسلمين، وكان هجوم عنيف جدا لأنه تاريخيا هم حاولوا من وراء ظهر مجلس قيادة الثورة أن يتواصلوا مع الإنجليز ويحاولوا يعملوا ورقة ضغط نتيجة لعلاقتهم بالبريطانية، لكن عبد الناصر كشف هذه المحاولة ودخل مباشرة في مفاوضات مع أنتوني نابينغ المملكة المتحدة البريطانية. عايز أقول أنه المفاوضات مرة، وهنا اعتبرنا انه الانجليز يتفاوضون مع عبد الناصر كانوا ناسين انهم بيتفاوضوا مع سائر وتفاوضوا السياسة من طراز ما قبل 52. لذلك عندما كان توقف المفاوضات كان عبد الناصر يأمر باستمرار حركة الفدائيين في القناة، ودي يعني جابت نتائج مهمة جدا لأنها أرهقت الإنجليز، وحتى هو قال للملكة أنه أنتم يعني بتجلسون على أرض تلطسكم ولا بلكم. أنا من خلال أوراق عبد الناصر الحقيقة وقلت الكلام ده سنة 86 أشوف من زمان ومع ذلك التشويه مستمر، يعني قلت أن عبد الناصر من خلال أوراقه له رؤية خاصة جدا فيما يتعلق بالمفاوضات، أنه يحصل على المادة الأولى اللي هي تجلو قوات صاحبة الجلالة جلاء تاما عن الأراضي المصرية وفقا لجدول ملحق بالاتفاقية خلال 20 شهر. طبعا ما وصلش العشرين شهر ده إلا بعد ضغوط وبعد يعني ممحكات من الإنجليز، وخلينا نتذكر انه معاهدة 36 كان مدتها 20 سنة. أيوة. وانه الاكاذيب اللي بتقال في الميديا انه الانجليز كانوا هيخرجوا من تلقاء انفسهم هذا الكلام كلام مغلوط تماما، وانه من 28 فبراير احنا مستقلين صحيح في ملكية دستورية لكن استقلال منقوص، والا 80,000 جندي اللي موجودين في قاعدة قناة السويس هل دول ما كانوش يؤثروا على سيادة القرار المصري وعلى سيادة مصر؟ طبعا ده كل كلام مغلوط. أنا عايز أقول كمان لحضرتك أنه المفاوضات كانت مزعجة جدا ومرهقة جدا للفريق المصري المفاوض اللي بيفاوض، وكان عندنا مشكلة ثانية أن إسرائيل كانت بتبدي رغبتها في الدخول كطرف في هذه المفاوضات، لولا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت وقتئذ تراهن على مصر وتراهن على جمال عبد الناصر مصر الثورة وجمال عبد الناصر، فضغطت على إسرائيل وقالت أنها تحضر هي كمراقب فقط، والمراقب ده كان لصالحه لأنه عايز يزيح الاستعمار القديم وتحل الولايات المتحدة الأمريكية محل هذا الاستعمار ومحل بريطانيا. الأكذوبة الثانية أنه في الميديا يقول لك أنه هذه الاتفاقية هي السبب وراء العدوان الثلاثي على مصر. ايه اللي جاب العدوان الثلاثي على مصر للاتفاقيه؟ الحقيقه العدوان الثلاثي نتيجه لتأميم قناه السويس، وتأميم قناه السويس مش نتيجه لرفض تمويل مشروع السد العالي، ده كان قرار اخذه عبد الناصر مبكرا وكان عد الخطه لمواجهه ما سيترتب عليه، ولما وقع العدوان الثلاثي قاومت مصر وانتصرت في النهايه وفشلت في الخطه اللي وضعتها انجلترا وفرنسا بالتعاون مع اسرائيل. طيب. انا بحييك على انك بتنبه الى ان هذه الجماعه الارهابيه بتشوه
التاريخ المصري وبتحاول انها تكتب تاريخ موازي. للاسف احنا بنحاول مواجهه هذا التاريخ اللي كله اكاذيب. طيب دكتور جمال، انا يمكن عندي هنا سؤالين لو صح الكلام، يعني معلش انا هطول على حضرتك. اول سؤال، بما ان احنا ذكرنا جماعه غير مباركه، جماعه الاخوان، علاقه الجماعه بالاحتلال كانت عاملة ازاي؟ يعني هناك الكثير من الكلام وبعض الوثائق ايضا مش مجرد كلام ولا اطروحات شفهية بتتحدث عن علاقة وثيقة ما بين حسن البنا وما بين الاحتلال الانجليزي بشكل مباشر. ايضا في بعض الوثائق البريطانية، لانه حضرتك زي ما حضرتك سيد العارفين يعني بيتم الافراج عن وثائق رسمية استخباراتية من ان لاخر، بريطانيا افرجت عن وثائق القرن العشرين من حوالي 5 سنين، وفيها ايضا ما يفيد علاقة بريطانيا انذاك بهذه الجماعة وتأسيسها بل ودعمها، في حين ان الجماعة جزء من تزييفها للتاريخ انها وصفت نفسها باعتبارها جماعة مقاومة للاحتلال. هذا الو، ايوه معاك يا دكتور. هذا الكلام كلام مغلوط تماما. دولة الاحتلال وسلطة الاحتلال زرعت جماعة الاخوان المسلمين بحيث تستخدمها عند اللزوم، ومعروف مسألة التمويل، ومعروف دور الجماعة في حريق القاهرة. الكتابات الجديدة والوثائق الجديدة بتشير إلى أن هذه الجماعة الانتهازية كان هدفها الأول هو الوصول إلى السلطة. ويمكن أحيلك للمؤرخ الرسمي للجماعة محمود عبد الحليم، وهو بيحكي أول صدام داخل الجماعة نفسها بين أحد أعضائها اسمه أحمد رفعت وبين حسن البنا. فكان بيقول له تحديداً، انت امرت بجمع السلاح حتى وبنتدرب عليه في المقطم حتى نواجه الانجليز، ولم يحدث ابدا ان واجهنا الانجليز ولا واجهنا اليهود. انت بتتكلم عن الحجاب ومقاومة المرأة لكذا وكذا، انت لم تأمرنا حتى بان احنا ناخد دواية الحبر الشيني دي، وياما كان الحبر ده حبر يعني ما يطلعش من الهدوم. أيوة، واحنا نلطق به ملابس هذه السيدات المتبرجات. انا انت هدفك ايه التنظيم؟ ودي كانت اول أزمة. وبالمناسبة هم عاقبوا احمد رفعت معاقبة نفسية رهيبة جدا، فكان يلقي السلام على اي حد من الاخوان ما كانش يرد عليه لغايه ما الراجل جن وهاجر الى القدس ومات هناك. فانا عايز اقول لحضرتك انه كلام كثير ومبالغات كثيره، ولما نقرا مثلا كمال الدين رفعت عن حركه الكفاح المسلح في القناه وحركه الفدائيين وازاي ان هم كانوا في الظل والان بيتشدقوا بان هم كانوا فدائيين وان هم لعبوا دور مهم في مقاومه الانجليز. هذا الكلام كلام يعني عاري تماما من الصحة. المبالغات الكثيرة أيضا التي قيلت عن دور الإخوان وموقعهم في حرب 48 أيضا في مبالغات منهم كثيرة جدا في هذا المجال. هي جماعة كانت تهدف للوصول إلى السلطة، وحتى لما استعدت وأعدت الأسلحة وأحرقت القاهرة اكتشفت أن هي ما تقدرش تقوم بوحدها بالانقلاب على الملك، لذلك طوارت خلف الضباط الأحرار وحاولت أن يعني باستخدام هذا التعبير العامي أنها تركب ثورة 23 يوليو. لكن عبد الناصر انتبه لهذه المسألة ودخل معهم في صراع حتى رصاصات المنشية كما تعلم. صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا يا دكتور جمال، وأرجو أن أنت تنورنا أو حضرتك تنورنا مرة كده في البرنامج، نقعد قعدة طويلة على رواقة نناقش مثل هذه الأوراق شديدة الأهمية. كل الشكر لدكتور جمال شقرة، الأستاذ الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس. خلوني أروح للي حصل النهاردة. النهاردة تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في جولته في مدينة العالمين الجديدة مجموعة من الأعمال اللي بيتم تنفيذها دلوقتي في مشروع المدينة التراثية. المدينة التراثية دي يا جماعة هي تقريبا 260 فدان،
طيب لا مش دي اللي احنا ايوه اللي فيها دكتور مصطفى، مش الابراج، هي قدام الابراج الناحيه الثانيه، عارف انت الرهوان الثاني، هي الرهوان الثاني اللي فيها دكتور مصطفى دي كويس. لا مش كله، دي الابراج مالكش دعوه بيها، دي مش المدينه التراثيه خالص. وبتشتمل على عدد من المباني التراثيه والثقافيه والتجاريه المتنوعه، فيها بحيره رئيسيه، فيها مسجد، كنيسه، اوبرا، متحف، مجمع سينمات، مسرح روماني، مبنى معارض، العديد من المباني التجاريه والفندقيه والاستثماريه، اسكان فاخر، حاجه يعني تشرف تفر. ايوه شايف شكل المباني ده؟ بص بقى، عشان انا قلت لك انا راجل ضبع رايح جاي وبتمشى بقى وخرم واروح واجي واشوف وحاجات زي كده. انا شفت المدينه دي من حوالي شهر تقريبا، شهر كده. بص عارف انت المباني اللي احنا كلنا نحبها بتاعه، يقول لك مثلا ايه مباني وسط البلد وشارع فؤاد والنبي دانيال في اسكندريه، المباني بتاعه وسط البلد والقاهره الاسماعيليه او القاهره الخديويه في القاهره، هو ده. ايوه بالظبط اللي انت شايفها دي، الشكل ده بتاع المباني، هي دي بقى ايه القوام العام للمدينة التراثية. ده المسرح الروماني زي ما حضرتك شايف، مدينة التراثية دي حدوتة يعني. انا لما كنت بشوفها فانا واحد من الناس احب الطرز المعمارية الكلاسيكية بتاعة مطلع القرن العشرين يعني، جدا جدا يعني، فعندي هوس بيها، وكنت دايما اقعد اقول يا سلام لو مصر كلها تبقى كده. خلونا ناخد معانا على التليفون الدكتور عبد الخالق ابراهيم، مساعد وزير الاسكان. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. ايه الشغل الحلو ده؟ يعني ده يعني واحده من المشروعات اللي بنقول عليها المشروعات الرائده في مدن الجيل الرابع في مدينه العالمين. طيب ده شيء عظيم، كلمنا اكتر على مساله المدينه التراثيه. انا كنت لسه بحاول اوصف شويه عن اللي انا شفته بعناية زائد جانب من زياره الدكتور مصطفى مدبولي هناك، بس كلمنا عنها اكتر يعني بشكل من المزيد من التفصيل. انا شرحت صح الاول ولا كنت بفتي؟ لا يا فندم حضرتك، يعني المدينه التراثيه هي واحده من مكونات المرحله الاولى لمدينه العالمين. ايوه، وده اللي يخلينا نقول ان مدينه العالمين الجديده هي مش الابراج. صح. يعني مش الابراج فقط يعني. صح. لان طبعا احنا اول ما بنقول العالمين بيجي في الاذهان على طول منطقه الابراج، ولكن هي منطقة الأبراج دي منطقة بسيطة صغيرة بتمثل مساحة بسيطة من المدينة، إنما الأهم إن مدينة العالمين هي مدينة متنوعة الاستخدامات. هو الهدف كان من إنشاء مدينة العالمين مش إن إحنا نعمل مدينة مصيفية، لا. أيوة. إحنا عايزين نعمل مدينة طوال العام وتكون هي عاصمة للساحل الشمالي الغربي، فمثلها زي مثل مدينة الإسكندرية. يعني مدينة الإسكندرية مدينة متكاملة، مدينة سكنية خدمية متنوعة الأنشطة، نفس الكلام مدينة العالمين. فمدينة العالمين بجانب الجزء السياحي المتمثل في الجزء المطل على ساحل البحر، إلا أن احنا في عندنا أنشطة أخرى خدمية وأنشطة تراثية وأنشطة صناعية. يعني عايز أقول لحضرتك أن ما يقرب من 25% من المسطح المخصص لمدينة العالمين أنشطة صناعية. عظيم. وده بيكون في جنوب المدينة. يبقى إذن هي مش مدينة فقط سياحية، هي مدينة متكاملة لبحثا عن الاستقرار وتكون مدينة طوال العام. طيب ده كلام حلو. ففي عندنا جزء صناعي، في عندنا جزء خدمي وده مهم جدا، اللي هو متمثل في الجامعات والمستشفيات اللي هي بتخدم نطاق إقليم اسكندرية والساحل الشمالي الغربي. ويضاف لكده المدينة التراثية، لأن دايما احنا جزء من عمراننا هو التراث، وبالتالي احنا يعني توجيهات فخامة الرئيس ان احنا لازم يكون في عندنا في كل مدينة ما يعكس الهوية المصرية وما يعكس الجزء التراثي، وعشان كده تم تخصيص مساحة للمدينة التراثية زي ما حضرتك تفضلت حوالي 260 فدان، بتشمل بقى منطقة أوبرا، منطقة معارض، دور سينما ومسرح روماني واستوديوهات، هتكون استوديوهات زي استوديوهات صغيرة للفنانين والأنشطة المرتبطة بالثقافة. فده ليه الغرض منه، إن إحنا بنقول إن مدينة فيها أكثر من نشاط متنوعة
بالتالي يبقى احنا بنقول ان المدينه دي هي هتكون مدينه المستقبل للساحل الشمالي الغربي. طب مش هتعملوا هناك استوديوهات للانتاج الاعلامي برضه يا دكتور، بحيث انه يعني نحاول ناخد بعضنا ونتكل على الله، نترك القاهره بزحامها ونذهب للحته الحلوه دي؟ ان شاء الله يا فندم. طبعا احنا المدينه دي يعني احنا لسه في المرحله الاولى اللي هي تمثل حوالي 10% من مسطح المدينه الكلي. طبعا احنا لما بنحط بدايه خطوط زي المدينه التراثيه بيبقى فيها انشطه ثقافيه وانشطه مرتبطه بالاعلام، هيكون فيها جزء ايضا للاستديوهات على غرار مثلا مدينه الانتاج الاعلامي، يبقى في عندنا مدينه اخرى للسينما والمسارح موجوده في نطاق شمال الجمهوريه. ده يبقى شيء اكتر من رائع. طب دكتور، هنا اللي انا شايفه ومن كلام حضرتك، احنا بنتكلم على مدينه ومدينه للاستقرار، ليست مجرد مصيف. بالظبط، يعني مفيش قرى تاني زي زمان. الاتجاه دلوقتي نعمل مدن كبيره، يعني كمان العالمين جنوبها والجنوب الشرقي بتاعها هيبقى مشروع الدلتا الجديده. بالظبط كده، هي مدينه العالمين هي تعتبر من المدن اللي بترتبط بالانشطه اللي موجوده في العمق، اللي هي الانشطه الزراعيه والانشطه الصناعيه. فزي ما حضرتك تفضلت ان احنا في عندنا الدلتا الجديده دي فيها انشطه زراعيه. طبعا الانشطه الزراعيه دي هتتطلب صناعات قائمه على الزراعه والصناعات المتعلقه بالانشطه الزراعيه، وده هيكون جزء من المنطقه الصناعيه المخصصه في جنوب العالمين. وعلى فكرة احنا بدأنا في النواة الأولى من المنطقة الصناعية، يعني معنى كده ان لو اي حد يعني زار مدينة العالمين، جنوب مدينة العالمين على الطريق الجديد، هيجد بداية او نواة للمدينة الصناعية موجودة تم البدء فيها. وبالتالي احنا النقطة اللي حضرتك تفضلت بيها، احنا هي كان مشكلة الساحل الشمالي الغربي كان مشكلته ان هو ساحل موسمي، يعني هو بيستغل بس الثلاث شهور بتوع الصيف. انما احنا بحثا عن استغلال الافضل للموارد، الموارد السياحيه والزراعيه والصناعيه، وبالتالي كان الهدف يكون في عندنا مدينه متكامله تكون طوال العام. بيساعدنا في كده الخدمات، يعني الخدمات احنا بدانا بالجامعه العالمين الاهليه والاكاديميه البحريه، وان شاء الله في قريبا هيكون في مستشفى اقليمي كبير. المشروعات الخدميه دي بتساعد على يعني زياره المدينه والاستقرار فيها. طيب يعني قطعا لشك بيقين يا دكتور، عشان مش عايز برضه اطول على حضرتك، لكن كما جرت العاده هنسمع 5000 مره زي ما سمعناها خلال الكام سنه اللي فاتوا، العالمين دي معموله للناس الاغنياء. لما أسمع إنه إحنا بنتكلم على مدينة، إذن هي تستوعب كافة القطاعات والشرائح الاجتماعية، صح كده؟ مظبوط يا فندم. إحنا من ضمن مبادئ تخطيط مدينة العالمين، ومش بس مدينة العالمين، جميع مدن الجيل الرابع هي مدينة لسكن كل المصريين. الله. طب خلينا نضرب مثال على إزاي الكلام ده بيتحقق في مدينة العالمين. مدينة العالمين مش هي السكن اللي موجود في الأبراج فقط، إحنا في عندنا اسكان الداون تاون، وده اسكان فوق متوسط، يليه اسكان سكن مصر، ده الاسكان المتوسط، يليه الاسكان الاجتماعي المتميز، وده اللي موجود، وكل ده موجود وتم يعني بناء المرحله الاولى منه. يعني في عندنا الاسكان المتميز اوريدي، في عندنا حوالي يعني تم انشاء 80 عماره، تم تخصيص 45 عماره لاهالينا. نفس الكلام لسكن مصر، تم الانتهاء من حوالي 4096 وحده سكنيه. وبالتالي احنا هنا بنقول ان هي مدينه لكل الشرائح الاجتماعيه، مدينه لسكن كل المصريين باذن الله. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر لدكتور عبد الخالق ابراهيم مساعد وزير الاسكان، الف شكر. طيب تعالوا بقى نروح على واحد من النماذج المضيئه، بل هي من أكثر النماذج إضاءة في دنيانا وفي عالمنا الحديث. أنا كنت بتكلم لو تفتكروا الأسبوع اللي فات على العقول المصرية اللي منورة العالم بالمعنى الحرفي، إنها منورة العالم، وقلت لكم تحديدا على دكتور حاتم زغلول وزميله دكتور فتوش اللي عملوا لنا الواي فاي والتقنيات او التكنولوجيات اللي منها بقى في حاجه اسمها 3G و LTE، ولا كان 4G و LTE وما الى ذلك.
وقلت لكم انه اهم استاذ روبوتكس في الولايات المتحده الامريكيه ان لم يكن من الاهم في العالم مصري، اهم اساتذه في الانكريبشن او اهم استاذ في الانكريبشن مصري، وهكذا. شوف بقى انا للدرجه دي مسعد والله العظيم. معانا على التليفون العالم المصري البارز النموذج المضيء اللي خلينا كده قاعدين فخورين بانه مصري، دكتور حاتم زغلول. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك، متشكر جدا. ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد لله والله كله تمام جدا، ومتشكر جدا على الاستضافه النهارده. لا هو احنا نطول يا دكتور؟ لا طبعا، شرف كبير ليه. شكرا. لا ده تواضع العلماء كما جرت العاده. دكتور حاتم، انا دايما كنت بقعد اقول احنا عندنا عقول مصريه هي واحدة من أبرز، أو مصر بتخرج لنا مجموعة من أبرز العقول على مستوى العالم. عندنا أساتذة ودكاترة مهمين زي دكتور حاتم زغلول وزي دكتور فتوش وزي أساتذة في الإنكريبشن وفي الروبوتكس، ناس موجودة جوه كالتاك وناس موجودة جوه MIT وناس في كندا إلى آخره. أنا محق ولا أنا ببالغ يا دكتور؟ لا محق جدا طبعا، والحمد لله يعني اللي انت ذكرتهم وغيرهم ليهم افضال كتير على اغلب التقدم العلمي الحالي والتكنولوجي. دكتور حاتم زغلول اتخرج من كلية ايه، جامعة ايه؟ كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم اتصالات. عظيم جدا. وايه اللي خلى دكتور حاتم مسافر وايه اللي خلى، او مش هقول ايه اللي خلى بقى، ازاي دكتور حاتم اصبح واحد من اهم النماذج العالمية في مسألة المزيد من التحديث في تكنولوجيا الاتصالات، زي ما كنت بقول الواي فاي، الفور جي، LTE، وهكذا؟ الموضوع بسيط يعني. طبعا السفر كان اساسا لدراسة علمية، ويعني عملت الماجستير والدكتوراه في الفيزياء في كالجاري، وكانوا في مجال الكهرومغناطيسية، فكهرومغناطيسية واتصالات. طبعا عملت اتصالات لاسلكية. ميشيل كان عمل الدكتوراه بتاعته في الكودينج والموديوليشن، حاجات بقى في عميق الاتصالات. الخليط ما بين الاتنين جاب بقى التكنولوجيا اللي احنا عملناها. كنت بشتغل في شركة اتصالات هناك، والشركة دي حبت ان انا ساعدهم في النقل من الجيل الاول للجيل الثاني في الموبايل. درسنا التكنولوجيات المقترحة للجيل الثاني، وقررنا ان كلها وحشة، بمعنى ان السرعات فيها كانت قليلة جدا. فقالوا لنا يعني انتوا جايين تقولوا لنا ان كل اللي احنا عملناه وحش؟ قلنا لهم اه. فدرسنا واقترحنا بقى التكنولوجيا اللي هي كان اسمها ال WFDM اللي اتبنى عليها الواي فاي وال4 جي، وبعديها بشويه عملنا حاجه تانية اسمها مالتي كود دايركت سيكونس سبريد سبيكتروم، ودي اتبنى عليها ال3 جي الحمد لله. طيب ده شيء رائع جدا. دكتور حاتم، لما يجي يقدم دكتور حاتم زغلول نصيحه للاجيال الجديده اللي موجوده في مصر علشان المزيد من التعلم، المزيد من البحث العلمي، المزيد من الترقي في الأبحاث، يقول لهم إيه؟ هو أول شيء طبعا يعني سيبك من الإحباط والكلام اللي هو الساذج، يعني إن إحنا دول متأخرة أو دول، لا إحنا طبعا العلم والدراسة بيفرقوا كتير، فاللي شاطر في العلم هيبقى شاطر في أي حتة. ده أول شيء. الحاجات التانية طبعا بقى اعمل الحاجات اللي انت بتحبها يعني. ولو انت طالب طبعا اتعلم انك تحب الدراسة. فاول شيء اعمل اللي انت بتحبه، تاني حاجة اعمله كتير، وتالت حاجة اخلص فيه. يعني لازم تبقى مخلص في الدراسة اللي انت بتدرسها او البحث اللي انت بتعمله. واخيرا ما تدورش على الفلوس. لما تعمل التلاتة الاولين دول الفلوس هتدور عليك. والفلوس دورت عليك يا دكتور ولا لا؟ الحمد لله. الحمد لله دورت كويس. الحمد لله جدا. الحمد لله جدا جدا. دكتور، البعض يقول يا جماعة احنا ممكن ما نبقاش محظوظين بان احنا لما نتخرج من جامعاتنا اللي موجودة في مصر ازاي هنقدر ندرس في جامعات في كندا ولا في امريكا ولا في بريطانيا ولا المانيا ولا كذا، وكمان الجامعات دي غالية جدا. لا طبعا يعني طبعا لازم نقول ان طبعا لو طالب متاخر في مصر هيبقى متاخر في كندا طبعا، لكن لو طالب متفوق في مصر بيبقى متفوق في كندا بفرق شويه يعني. يعني مثلا ادي مثال يعني، لما رحت كندا
كان لازم مثلا عشان تاخد الماجستير تعمل نص 6 هاف كورسز يعني 6 نص كورسات يعني. ومفروض الناس بتعملها في سنة سنة ونص. الحمد لله انا عملتهم في ترم واحد وخدت 8 مش 6 ما شاء الله. فيعني وكنت الاول عليهم الحمد لله. فيعني الفكرة ان يعني الشاطر في مصر شاطر في اي حتة. حلو جدا. المسألة بتاعت العوائق المالية، الطالب المصري يقدر يحصل على منحة لو هو متفوق مش كده؟ طبعا طبعا، يعني بيبقى أقل الإمام بيشيلوا المصاريف وبعديها بيدلوا. يعني في الجامعة اللي أنا كنت فيها كان كل طالب ماجستير بياخد منحة يعني فلوس يعني. طيب خليني أسأل بقى السؤال الأخير، وأنا مش رجل علم على الإطلاق يعني، هل أقدر إن أنا مثلا وأنا بصيغ السؤال أقول إيه هو أحدث ما يعمل عليه دكتور حاتم زغلول الآن؟ سؤال سليم طبعا. يعني احنا دلوقتي بنحاول ندخل الاتصالات في الدول او المناطق اللي ما فيهاش اتصالات بالمرة. نص العالم ما عندوش اتصالات، او تقريبا نص العالم 43-45% ما شافش ال 2G ولا ال 3G ولا اي حاجة من دول، يعني ما شافش الانترنت. والانترنت طبعا زي المية والهواء والكهرباء، يعني لازم الكل يبقى عنده الحاجات دي. صحيح. فاحنا الحمد لله اخترعنا يعني حطينا خليط من 3 تكنولوجيات، استعملنا 4G معدل سنة على الواي فاي، وعدلنا الواي فاي بحيث انها بيبقى بتشتغل بنفس القدرة بتاعت الموبايل، وضفنا عليها البلوك تشين اللي هو اللامركزية في المعلومات. والحمد لله الثلاثة دول نزلوا سعر الاتصالات حوالي 10 مرات. فبنبني شبكات حاليا في أفريقيا في عدد من الدول الحمد لله. إيه اللي ممكن تبقى مصر محتاجاه دلوقتي علشان تطور من بنيتها التكنولوجية في مجال الاتصالات؟ لا يعني الاتصالات يعني لازم ان البلد تهتم بالاتصالات من ناحية انها مش رفاهية، يعني تقلل الضرائب عليها، تزود الاتصالات يعني مثلا الفايبر في مناطق كتير. طبعا عندنا في جنوب مصر محتاجة فايبر اكتر، لازم المدارس كلها يخشها انترنت، الحاجات دي طبعا لازم تزبط اكتر يعني، لازم نشتغل عليها بقوة. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، وكان شرف ليا أن أنا أسمع صوتك وأنك تكون موجود معنا ولو على التليفون في البرنامج. أتمنى أن احنا نلتقي يعني وجها لوجه في يوم من الأيام، هيبقى شيء مشرف جدا بالنسبة لي. ألف 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 شكر دكتور حاتم زغلول. دكتور حاتم تاني هو وزميله أو رفيقه الدكتور ميشيل فتوش، خريجين الجامعة في مصر، سافروا إلى كندا لدراسة الماجستير فالدكتوراه، وهناك عملوا زي ما بقول لكم كده الواي فاي. ده بتعبير بسيط قد يخل بحجم الإنجاز الكبير اللي هم عملوا. لما أنا حتى سألت دكتور حاتم زغلول بقول له طب والفلوس دورت عليك، أنا شفت مرة تصريحات لدكتور حاتم زغلول وهو بيقول إنه ده بعد كده يعني الشركة بتاعتنا قدرت إنها توصل لها استثمارات تفوق الـ 2 مليار. ده بقى بالظبط اللي بيقوله الدكتور حاتم، اللي هو إيه؟ ما تفكرش في الفلوس وانت دلوقتي بتتعلم وانت بتعمل ابحاثك، فكر في العلم، الفلوس هتدور عليك. وهو ده اللي بيجرى بره، الشركات الكبيره بتجري ورا المتميز، تبقى عايزه تخطفه خطف كده، اللي هو تعالى خليك معانا وخلي ابحاثك دي تبقى بتاعتنا، وهندي لك كذا وكذا وكذا، وهنعمل لك مميزات كذا وكذا وكذا. ايه اللي انا عايز اقوله من ورا ده؟ انت عارف لو ده كان بيحصل في مصر من 30-40 سنة احنا كان ممكن يحصل ايه؟ 50 سنة كمان، مش هقولك 40 سنة، 50 سنة. لو في مصر خلال يمكن ال 45 سنة اللي فاتوا حصل فيها تراكمات رأس مالية ضخمة جدا، يعني حصل نمو لدى رأس المال الخاص. انا دايما سؤالي هل رأس المال الخاص احسن الاستثمار ولا اكتفى بالتراكمات الرأس مالية؟ أجاوب؟ طيب أسأل حاجة أقول لك ما عنديش إجابة. هو أنا عندي إجابة بصراحة، لا هو لم يحسن، هو اكتفى بالتراكم الرأسمالي في أغلبه. ممكن نطلع بالكتير 10 استثناءات على مدار 45 سنة، مش 10 استثناءات موجودين دلوقتي.
ده على مدار ال 45 سنة ممكن يبقى فيه 10 استثناءات، لكن الباقي كل اللي فكر فيه أرصدة ضخمة تبقى موجودة ما بين مصر وما بين أوروبا وما بين أمريكا. طبعا في مرحلة كان في جزر العذراء، تفهمين يعني إيه جزر العذراء وكيمن والحاجات اللي زي كده. مهم يعني بيروحوا ملاذات ضريبية بيهربوا. مهم اه والله العظيم رجع اقول لك احنا شرفة قوي، احنا حلوين قوي وبتاع. مهم يعني مش دي القصة. ما استثمروش في العقول المصرية. يعني انت خليك تتصور كده انه لو كان في حد من الناس الجامدة قوي خالص دي قرر انه يستثمر في عقل الدكتور حاتم زغلول والدكتور ميشيل فتوش، كان زمان الواي فاي طلع من هنا، صح ولا لا؟ ده بمنتهى البساطة استثمر في هذه العقول، يعني راعى هذه العقول، يعني راعى ابحاثهم العلمية برة علشان يطور عربية. انت فاكر ان هو بيعمل ايه؟ بيقول لها تطوري؟ لا، هو بينقي ولاد فلة من الجامعة دي ومن الجامعة دي ومن المعهد ده ومن المركز البحثي ده، تعالوا هتشتغل معانا في الشركة دي شركة كذا لصناعة السيارات، وهتاخد المبلغ ده، وبيبقى فيه هد للتيم، رئيس للفريق. الرئيس ده بيبقى عالم بقى كبير كده محترم، بيروحوا ايه مقتنسين ومحلقين عليه، شبيك لبيك، احنا خدامينك وملك ايديك، تطلب ايه؟ يقول لهم انا عايز كذا وكذا 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 وكذا، دي الباكج بتاعتي، دي المميزات اللي انا عايزها، اه ولا لا؟ اه، بس ابحاثك بقى احنا هنستغلها، اه تمام، وبس انا هاخد منها نسبه كذا، دي الطريقه بتاعت بره. عشان كده البحث العلمي هناك بيجري بيجري. القصه بتاعت هو لازم الدوله بس اللي تصرف على البحث العلمي، ده مش موجود غير عندنا وبعض الدول، والقصه دي خلصت من سنه سيدنا عكروت، خلصت لانه عمليا رؤوس الاموال اصبحت في ايد مين؟ في ايد القطاع الخاص. يبقى مين اللي يرعى التكنولوجيا ويرعى البحث العلمي؟ على الاقل بالنسبه والتناسب يا سيدي سيادتك، لان انت اللي مستفيد، انت اللي هتطور العربية، وانت اللي هتطور الطيارة، وانت اللي هتطور التليفون، وانت اللي هتطور الكاميرا، وانت اللي هتطور وحدة الاضاءة. على الحموم، اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد. انا من الناس اللي بتشوف ان احنا للأسف خلال 45 سنة عندنا رجال مال لا رجال اعمال. طيب تعال نروح على محمود حسني لاعب المنتخب الوطني للشباب، واللي نجح في رفع الأثقال في بأنه توج بثلاث ميداليات ذهب، الله أكبر ما شاء الله. ده فين بقى؟ في بطولة العالم لرفع الأثقال، واللي كانت بتقام أو اللي بتقام في المكسيك خلال هذا الشهر. حسني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ثلاث ميداليات ذهب، رفعات الخطف ورفعات النطر. طيب المجموع في وزن 89 كيلو اللي هو بيلعب عليه عمل 343 كيلو جرام، ما شاء الله. بنفسك ده تمساح، هو تمساح قاعد اهو. ده هنا احنا بنتكلم على بطل بطل. طيب اتمنى انه يتم تكريمه بشكل حلو وجميل ولائق ويليق بيه كده. ده ولد جايب لنا 3 ذهب في بطولة العالم، في لعبات مش محظوظة منها رفع الأثقال، عايزينها تبقى محظوظة بقى أهو، من غير ما أقول عايزينها تبقى، بعد إذنك عايزينها تبقى محظوظة. بكرة بإذن الله يا جماعة القمة رقم 124 بين الأهلي والزمالك، استرها علينا كريم. طيب هتتلعب بإذن الله في استاد السلام، دي هتبقى من ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز. الزمالك يخش هذه المواجهة كما جرت العادة أمام الأهلي، دي مواجهات القمة. الأهلي بيتأهل، الزمالك بتصدر الترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة من 20 مباراة لحد دلوقتي متصدر، بينما الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة بس من 17 مباراة. طيب الزمالك يقود كما جرت العادة وكما حضراتكم عارفين حتى هذه اللحظة البرتغالي فيريرا، بيدور على فوز غائب من سنة وعشرة أشهر. انصرنا كريم، بس نلعب كلنا ماتش حلو، واحنا الاتنين أهلي وزمالك احنا بنشجع رياضة،
احنا مش في حرب. طيب معانا على التليفون ناقدنا الرياضي الشهير محمد عراقي. ازيك يا محمد؟ ازيك يا يوسف، عامل ايه؟ واهلا بكل متابعينك. عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام يا يوسف. اديلي توقعات غير منحازه. لا مفيش انحياز طبعا، هو وحتى لو في انحياز مش هيكون في مباراه القمه، يعني دايما طول الوقت مباراه القمه بتبقى موقف الفريقين قبلها سواء في التركيز سواء دايما مباراه القمه بيكون ليها حسابات مختلفه خالص تختلف عن اي مباراه ثانيه. الخط بيقطع يا محمد لو انت واقف في حته ما فيهاش شبكه. ها ايوه خليك في الحته دي. قول. يمكن الاهلي بس الموقف طبعا بتاعه هو في مشكله شويه، قصه المدير الفني بوسيماني طبعا راح تدريب النادي الاهلي. ولكن الكابتن سامي قمصان ظهر بشكل كويس جدا في المباراه الاخيره وفي مباراه ياسر قمداني طبعا، وظهر باداء كويس جدا النادي الاهلي معاه، فبالتالي جمهور الاهلي مطمن زي ما بيقولوا، ما بقاش عنده المشكله الكبيره ان الاهلي يعاني من غياب المدير الفني بتاعه، لا دلوقتي في مدير فني محترم بيقود النادي الاهلي هو كابتن سامي قمصان. طبعا الزمالك ممكن في الجزئيه دي يكون يمتلك بعض الفنانين الفن بتاعه فريق كبير ويملك خبرات كبيره جدا جدا، ولكن عدم توفر كتير. محمد بقول لك ايه، انت في البيت؟ لا لا في الشارع والله. في الشارع؟ طب ما طب يعني حاول تقف في حته فيها شبكه وانت بتتحرك. لو بتتحرك بالعربيه معلش اعذرني. اتحرك اقف عشان الشبكه تثبت بس معانا لحد ما نسمع الكلام. تمام. ها كمل يا باشا. الزمالك بقى يمكن هو طبعا الزمالك عنده مشكله مع بدايه الموسم دوت، ان الزمالك من اول الموسم عنده مشكله ان هو ما بيقدرش يأيد ما يضمش صفقات جديده سواء في اول الموسم او في فتره الانتقالات الشتويه، فده تسبب دلوقتي ان الاهلي الزمالك عنده نواقص في بعض الاماكن، اللعيب اللي بيغيب ما بيقدرش يعوضه، يعني مثلا طارق حامد في خط الوسط ما فيش البديل ليه الجاهز، خط الدفاع برده في غيابات كتيره، محمود علاء في غيابات كتيره، يمكن دي هي بس مشكله الزمالك. ده الناحيه الثانيه في النادي الاهلي، لا النادي الاهلي يمكن عنده لعيبه كتير في كل المراكز تقريبا، بدايه من حراس المرمى للدفاع لخط الوسط للهجوم، الاهلي عنده فرايتي كبيره جدا جدا على مستوى اللعيبه، في كل مركز في اثنين وفي ثلاث لعيبه، يعني ده يملك افضليه، الاهلي بيملك افضليه في حاجات والزمالك بيملك افضليه في حاجات، بس الاكيد ان النتيجه خارج التوقعات، لان دايما طول الوقت مباراه القمه بتكون خارج التوقعات. لا مفيش حاجه اسمها خارج التوقعات. خارج التوقعات ايه؟ ايه الكلام ده؟ ما تقوليش كده. قول لي توقعك. طيب قول لي توقعك. لا انا ما عنديش توقع لان انا مش هفهم في الكوره زيك، لكن انا وده بجد والله بامانه بالرغم ان انا زملكاوي، انا خايف انه مستوى الاهلي يتهز بسبب التغيير اللي حصل في الجهاز الفني. طيب ما هو هي دايما الفرق الكبيره مش بتتاثر بعنصر، هو طبعا المدير الفني بيبقى ليه دور كبير جدا جدا في الفريق، ولكن احنا خلينا نقول ان جمهور الاهلي اساسا ما كانش راضي على اداء الفريق في وجود موسيماني. صحيح. في ظل بقى يعني او في الاتجاه الثاني لما مسك كابتن سامي قمصان في مباراه ايستر كومباني، عدد كبير جدا جدا من جمهور النادي الاهلي كان شايف ان الاداء تطور بشكل كبير، رغم ان مباراه ايستر الاهلي كان بيلعبها من غير اللعيبه الدوليه كمان. دلوقتي الاهلي استعاد لعيبته الدوليين، ويمكن الاهلي ممكن يكون عنده ازمه نفسيه شويه بعد خساره بطوله دوري ابطال افريقيا، وبرده في المنتخب مباراه كوريا اللعيبه الدوليين برده اللي لعبوا مباراه كوريا، ولكن زي ما قلنا الفرق الكبيره ما ينفعش تتاثر بالحاجات اللي شبه كده. البطوله بتخلص او المباراه بتخلص بتقفل الصفحه وتروح للصفحه اللي بعدها، الصفحه اللي بعدها بقى مباراه القمه مباراه الزمالك، كل لعيب بيبقى عايز يظهر نفسه بافضل شكل، كل لعيب بيلعب بافضل اداء عنده، لان هو عارف ان الجمهور مركز جدا في المباراه دي حتى لو ملهاش دور في تحديد بطل الدوري. طب لك ان تتخيل بقى ان هي كمان ليها دور كبير جدا جدا جدا، الاهلي في حاله فوزه بيضغط على الزمالك على الزمالك بشكل كبير وبيقترب من القمه، ورغم ان هو عنده لسه عدد مباريات اكتر يعني عدد مباريات ناقص عن الزمالك، الزمالك لو فاز بيزود الضغوطات على النادي الاهلي وبيزود الفارق بين الفريقين، فبالتالي كل فريق مباراه بست نقاط زي ما بيقولوا، فبالتالي كل فريق هيكون مركز فيها يعني اشد تركيز، لان هو عارف ان المردود بتاعه هيكون كبير جدا جدا. زي ما بقول لك يا يوسف، لو المباراه حتى ما لهاش دور في تحديد البطل بيكون المباراه برضو ليها اهميه كبيره طبعا، لان هي بطوله في حد ذاتها. طبعا طبعا ما فيش خلاف. انا بشكرك جدا جدا جدا، ده ناقدنا الرياضي الشهير محمد عراقي. هنروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل بقى، هو ايه اللي بيحصل في مساله التعديات على الارض الزراعيه والدوله يا ترى جهودها عامله ازاي؟ معانا هيبقى ضيفنا العزيز النهارده في الاستوديو المهندس سعد عامر رئيس الاداره المركزيه لحمايه الاراضي الزراعيه بوزاره الزراعه. بطبيعه الحال استنونا لو سمحتم.
السيدات والسادة الكريمات والكرام، الرجل المسؤول عن حماية الرقعة الزراعية المصرية منورنا جوه الاستوديو هو بنفسه، مش مهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية، منورنا. ربنا يحميك يا فندم. ازاي الصحة؟ الحمد لله كله فهمت. تمام الحمد لله فندم. المسؤولية الملقاة على عاتق المهندس سعد ضخمة بفضل الله بعون الله سبحانه وتعالى وبتكلفات وتوجيهات القيادة السياسية وحرص القيادة السياسية على الحفاظ على كل شبر من الرقعة الزراعية والحرص الدائم على الأمن القومي المصري والحرص على الأمن القومي الغذائي. حلو. من منطلق ده توجيهات معالي الوزير من اللحظة الأولى ادى توجيهات صريحة الحفاظ على كل شبر من الرقعة الزراعية. حلو. الحفاظ على الرقعة الزراعية يا فندم لها عدة أفرع، ليس منع التعدي فقط، ولكن منع التعدي نمرة اتنين، وضع الضوابط للحفاظ على الرقعة الزراعية في مشروعات النفع العام، وضع الضوابط لمشروعات المستثناة للمشاريع الخاصة، الجزء الأخير اللي هو الخاص باسترداد المساحات التي جزء من المساحات التي تم التعدي عليها في صورة المساحات المبورة والمساحات المتعدى عليها في صورة تشوينات. طيب بالإضافة أكمل معاليك الجزء الأخير اللي هو طبعا في ظل الجمهورية الجديدة والحرص الدائم من القيادة السياسية على منع العشوائيات ووضع ضوابط للمساحات التي تم التعدي عليها واستحالة وصعوبة استردادها كالمباني اللي هي المتخمة للكتلة السكنية. طبعا التعدي على الرقعة الزراعية له مردود اقتصادي وثقافي واجتماعي. على واحدة واحدة احنا هتشرح لي هذه الخطوات او هذه المراحل او الافرع زي ما واحده واحده هديها للمشاهد وسيتخللها فصل ما بعد شويه. لكن جزء من ده والنبي ده سؤال بالنسبه لي مهم عشان انا دخلت بيه خناقه زمان من 6 سنين. تمام يا فندم. الارض اللي اتبورت او اتبنى عليها لو انا هديت المبنى اللي عليها ده ينفع اعيد استصلاحها وزراعتها تاني؟ هرد على معاليك واحده واحده بحيث المشاهد توكل على الله يكون يستفاد من الحلقة وخاصة الجمهور العريض اللي هو خاص بيوسف بيه الحسين. الله يخليك. اللي هو بتعد حاليا من ضمن الخطوات أو الأدوات اللي هي المشاركة المجتمعية ومشاركة المجتمع في الحفاظ على الرقعة الزراعية. أول شيء تم وضع ضوابط وخطط طبقا لتوجيهات معالي الوزير وبالتنسيق مع رئيس قطاع الخدمات، تم وضع خطط لمنع التعديات على منع التعدي على الرقعة الزراعية وبطريقه هدفها الاول شيء نمره واحد مشاركه كافه اجهزه الدوله في الحفاظ على الرقعة الزراعية وليس اجهزه الزراعه فقط، نمره اتنين مشاركه المجتمع كله، نمره ثلاثة بطريقة بنسميها القوة الناعمة اللي هي تمنع أو تقلل الاحتكاك مع الأمن مع المتعدي. وبالتالي اتعملت خطة بنسميها لجان المنع، نشكر القيادة السياسية ونشكر دولة رئيس مجلس الوزراء اللي وطد هذا بصدور القرار دولة رئيس مجلس الوزراء 533 لسنة 22 اللي هو الخاص بلجان المنع اللي ترتب عليه قرارات السادة المحافظين بتشكيل لجان المنع على مستوى المحافظات اللي تشق بهذه اللجان من القاعدة لجان من القاعدة حتى القمة في المحافظة. هدف هذه اللجان منع التعدي على الرقعة الزراعية وليس التعامل بعد التعدي، منع التعدي وبالتالي
بيمنع الجرم قبل وقوعه. حلو. للحفاظ على الرقعة الزراعية، وبالتالي بتقلل الاحتكاك مع المواطن، وبالتالي ما يشكلش أزمة واحتكاك الدولة مع المواطن. اللي هي هدف الدولة حفاظ على الرقعة الزراعية، والحفاظ على الرقعة الزراعية من المتعدي نفسه طبعا. أي بتحفظ الرقعة الزراعية من صاحب الرقعة الزراعية، لهدف أن الرقعة الزراعية هي مخزون أو رصيد الأجيال القادمة طبعا. التي تمثل الأمن القومي المصري، اللي هو بينعكس على الأمن القومي الغذائي. ده كده يعتبر أول فرع، ألا وهو الرقابة السابقة بالزبط. الحيلولة دون التعدي على الرقعة الزراعية في مصر. طب أنا أستأذن، هو ده بقى اللي هتخللها فاصل. أستأذن هنروح للفاصل ونرجع بقى نكمل الكلام في بقية الأفرع مع مهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية. بعد إذنكم انتظرونا. طيب، واضح ان الوقت جري بينا في الفاصل ده كمان. انا قدامي تقريبا 3 دقايق لو انا بالمظبوط كده، قدامنا 3 دقايق. في 3 دقايق دول عاوز اكمل او اخش بسرعه على كل الفروع اللي فاضله. احنا قلنا انه احنا نمنع التعدي 3 دقايق لبقيه الحلقه. ده انت محتاج كتير تحفظ. انا محتاج على ايام الزراعيه، يعني انت محتاج ايام لسبب هذه الحلقه تمثل. لا انا عارف الاسباب، الثلاث دقايق هيجروا ومش هنبقى قلنا حاجه، لكن معناها انه بسبب هذه الاسباب كلها مكتملة بقى يا فندم، لازم نيجي مع بعض بقى مره تانية ناخد وقت طويل يا فندم. ان شاء الله. قول لي بالنسبه للمنع، بفضل الله وبفضل القياده السياسيه وبفضل معالي الوزير وبفضل كل اجهزه الدوله ونتيجه التناغم حاليا ما بين اجهزه الدوله، وصلنا النهارده كمثال اخر بيان امبارح على مستوى الدولة المصرية التعدى على الرقعة الزراعية 19 إيراد و22 سهم. تم استرداد أو تم الإزالة واسترداد 14 إيراد، يعني 5 على مستوى الدولة المصرية. عندنا حوالي 19 محافظة صفر تعدي. هذا هو نتاج قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والتكليف وتوجيهات معالي الوزير في منع التعديات. لسه بإذن الله أملنا خلال الفترة البسيطة وجاري التنسيق اللي احنا هنوصل صفر تعدي، هنقفل حنفية التعدي على مستوى الدولة، ناقص حاجتين اتنين اللي احنا بننسق حاليا، اللي احنا ندخل النجدة في استقبال التعديات على الرقعة الزراعية باستكمال قرار دولة رئيس مجلس الوزراء. فانا لو شفت تعدي هيتعمل ابلغ التعدي على وانت ماشي في الشارع، لو عربية خبطتك انت بتتصل 122. هل هذا أقل أو أخطر من التعدي على الرقعة الزراعية؟ دي يعني قيمة عالية جدا، وبالتالي اختار طب أنا بريح الأمن في اللي أنا بختاره اللي هو يشارك مشاركة الخط النجدة، بريحه في الصدام اللي مترتب عليه في حالة التعديات على الرقعة الزراعية. طيب قبل ما أختم، عشان الحتة اللي قلت لك عايز أعرفها بشكل علمي، فلان الفلاني قرر إنه يبور حتة الأرض دي ويطلع له عمارة 4-5 أدوار في وسط أرض زراعية كبيرة مش تكتل سكاني. تمام. دي أكيد كده هتتشال، هيتعمل لها إزالة. تمام. صح كده؟ بص ينفع تتزرع تاني؟ بص يا فندم، احنا التوجيهات معالي الوزير والخطه الممنهجه، احنا في اطار المنع بندور على المنح، او بمعنى الاصح تحديد وتهذيب المساحات التي تم التعدي عليها في فتره ضعف الدوله المصريه اللي كنا من سبب الاخوان الفئه الضاله. معروف نظامها، وبالتالي لابد من فتح افاق اللي هو عمل الكردون او الحيز العمراني للمدن والقرى والتوابع. هذه هذا التنسيق ما بين المحليات وما بين لجنه الحيز العمراني هتاخد مساحه كبيره او من الكتل اللي تم مخالفتها واللي هي خاصه بقانون التصالح اللي هي المبنى المتاخم المرفق، وبالتالي هنتاخد تلك المساحة اللي تم تعدي عليها في صور الكتل هتحوز. هدف التحويز
على أساس الدولة الجمهورية الجديدة حريصة في المرحلة الحالية بقيادة الرئيس اللي احنا في بيتناغم مع حياة كريمة. كيف أقوم بحياة كريمة ويوجد عشوائيات؟ وبالتالي التهذيب حرص دائم وتوجيه من القيادة السياسية اللي أنا الخطوة اللي عدت أعديها وبنهذب، وبالتالي مش هنستفاد من تلك التعديات، وبالتالي أهذبها على أساس أحافظ على باقي الرقع الزراعية. وقف الحرفية ممنوع التعدي على الرقع الزراعية. مية مية. أنا عايز أشكرك، وكده كده لازم هنقعد بقى تبقى قاعدة فيها استفاضة تقول لي فيها كل المراحل والخطوات. هذا الملف يا فندم حرصنا وتكلفات كل أجهزة الدولة حاليا، تناغم المحليات وتناغم الأمن، وبنتمنى ونستغل هذا بفضل ربنا تفعيل قرار دولة رئيس مجلس الوزراء وتفعيل دور العمد في منع التعديات على الرقع الزراعية، وخاصة في اللجان القاعدية. حلو، هم العمد بس يشدوا حلهم معانا حبتين بفضل ربنا. أنا بشكرك جدا 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 باشمهندس سعد، وكل الشكر للمهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية بوزارة الزراعة، نورنا وشرفنا. ده هيكون موجود معاكم كريم رمزي بالمناسبة، نحاول نعرف الطرف الأهلي والزمالك هيعملوا إيه بكرة، ولو كلنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة. سلامات.